بالأمس كان المريض يزار، والفقير يواسى، والمعسر يؤازر، والضعيف يناصر. أما اليوم إذا مرض خيك ما بتسأل عنه، وإذا مات حدا من قريبينك بتقرأ النعوة كأنه غريب، ويمكن تترحم عليه من دون ما تقرأ له الفاتحة. للأسف كتير من الناس قسيت قلوبهم وقطعوا أرحامهم. وقد يقول لك شخص خي ما بيزورني، فأنا كيف بدي زوره؟ اتقوا الله وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت.